متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي سنناقش فيه مشكل عمال النظافة بمدينة الدار البيضاء. عمال النظافة من أكثر الفئات احتجاجا على مستوى المدينة نظرا لمجموعة من الملفات المعلقة بالنسبة إليهم. من أجل نناقش هذه القضية نستضيف في هذه الحلقة السي عبد الهادي الزاهدي، الكاتب العام الجوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء التابعة للاتحاد المغربي للشغل. السي عبد الهادي مرحبا بكم. مرحبا السي بوستا، وكنشكر جريدة أنفاس، وأولا بعدا باسم الاتحاد المغربي للشغل كنقدم التهاني والتبريكات بمناسبة رمضان الكريم للطبقة العاملة المغربية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام. نتمنى لهم الصحة والعافية ودير النور والبركة في هذا اللقاء. سي عبد الهادي، قررتم تنظيم واحد الاعتصام أمام مقر جماعة الدار البيضاء يوم 12 أبريل، أشي الأسباب وراء هذا القرار؟ القرار بعد واحد سلسله ديال الحوارات وديال اللقاءات مع المسؤولين ديال جامعه الدار البيضاء، وخاصه العمال الجامعيين الذين تم اقصائهم من دفتر التحملات، والذين كانوا يزاولون في المرفق الحيوي الهام قبل الشركه ديال النظافه وقبل التدبير المفوض. ومجال التدبير المفوض في 2004 تم احالتهم على شركات النظافه، وتمت واحد منحه اللي ولات كتربطهم بينهم وبين الشركه اللي كتقدر ب 1400-1300 منحه، وهذه المنحه بنوا عليها واحد المستقبل ديالهم واحد الحياه ديالهم والاسره ديالهم، وخداو كريدي وخداو المصاريف والمسائل من اجل السكن. ولكن في 2019 ودفتر التحملات الاخير تم حالتهم ورجع من الجماعه بواحد الطريقه مفاجئه، وواحد الطريقه صراحه طريقه لا ترقى الى المستوى والتطوعات والخدمات اللي قدموها لهاد الناس اللي يخدموا واحد يقدموا خدمات جديده للساكنه الدار البيضاء وللجماعه وللمرفق العام ديال الحيوي ديال قطاع النظافه. الملاحظ كما كتشوف التقديم ديال العمال تاع النظافه في المدينه هذه من الفئات الاكثر احتجاجا واكثر اضرابات، علاش شنو اش واقع بالضبط؟ اش واقع؟ الوضع اللي كيعيشوا فيه هو وضع صراحه وضع مأساوي. فالناس كتعاني معاناه وقاسيه، ونظرا لظروف الشغل، نظرا في الاجور الزايده، ما كاينش واحد العمل لائق، اجر لائق، ما كاينش واحد تحسين الاوضاع ديالهم الاجتماعيه الماديه والاجتماعيه، ما كاينش واحد الزياده في الاجور، ما كاينش واحد الزياده في المناح، وخير مثال هو الظرفيه ديال الظرفيه ديال الكوفيد وحال الطوارئ اللي خدموا كانوا كيباشروها بيديهم، ما كاين لا تعقيم، ما كاين لا كمامات، لا حتى شي حاجه. ورغم ذلك لا ورا باش يقدموا جوده الخدمات معرضين الحياه ديالهم والصدر ديالهم لاجل المواطن ولاجل الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء. الى خدنا غير 2021 شحال تقريبا تاع الاضرابات والاحتجاجات اللي درتو؟ اضرابات خصنا نعرفوا الاسباب ديال الاضرابات وديال الاحتجاجات. هو الاسباب هو نعرفوا على كلاسي الزايد شحال تاع الاضرابات. الاضرابات تقريبا قبل حالة الطوارئ كانت اضرابات عديده كثيره بزاف، ولكن جات حضر الطوارئ كنحتارنا القرارات ديال وزاره الداخليه والقرارات ديال السلطات المحليه باش تكون المراسلات والمكاتبات وديات الانتباه، ولكن لا حياه لنا انتم هذه ما كاينش واحد الحوار جدي ومسؤول، وتم مسؤولين كينتابوا لهذوك المراسلات باش نحيدوا هذا الاحتقان الاجتماعي ونحيدوا هذا الفتيل اللي كيد النزاع المسائل ديالنا. ولكن اضطرينا باش نديروا احتجاج في 2000 الايام، درنا شي تقريبا واحد 10 وقفات احتجاجيه، شي سنين وقفات احتجاجيه امام جامعه الدار البيضاء، وما كانش واحد الحوار. احنا اللي كنديروا احتجاج من اجل الحوار، من اجل وصله الحوار، ما تفتحش معكم ما كانش حوار، ما كان حتى شي تفاوض رغم الحوارات السابقه وكانت وعود وداك الشيء. وحنا كنطالبوا بمواصله الحوار وبتنفيذ الوعود والاقتراحات اللي تم مباشره قبل الطوارئ، اللي كانت هي باش يعوضوا الناس واحد التعويض جزافي على مده العمل اللي قضاو 16 سنه او احالتهم على شركات التنميه المحليه. ولكن لا حياه لمن تنادي من تم اغلاق باب الحوار وتنكروا الحل الوعود والالتزامات، فاضطرينا كمكتب الاتحاد المغربي للشغل باش ناخذوا اتصال يوم اعتصام من 10 صباحا الى 5 مساء امام مقر جامعه الدار البيضاء، لان الناس كيعيشوا واحد الظروف مأساوية، ظروف اجتماعية، فأصبح هذا الملف ملف اجتماعي، خاص كل جميع الأطراف تدخل باش تقوم واحد الحل
ويعطي الطرفين وانتباه لهذه الحاله الوضعيه الاجتماعيه. بغض النظر عن العمال اللي يتم الاخصاء ديالهم من دفتر تحملاتكم تشيروا ليه دائما في البلاغه ديالكم، العمال النظافه بصفه عامه مدينه الدار البيضاء خلال الولايات خلال الفتره اللي كانت تتشرف الجماعات او الجماعات المحليه على قطاع النظافه قبل ما تدبر المفروض كانوا تعانوا من ظروف اجتماعيه. فجاء التدبير المفروض قالوا بان التدبير المفروض غادي يرفع من المستوى المعيشي ديالنا، ولكن اللي لاحظنا ان دائما الاحتجاجات ودائما الاضرابات ودائما الشكوى من ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهاد العمال تاع النظافه متداوره. واش ما قدرش التدبير المفروض يرفع من المستوى المعيشي والاقتصادي تاع الناس؟ نعم، حنا كنقابة اتحاد المغرب الشغل كنشجعوا الاستثمار وكنشجعوا الشركات باش يستثمروا وكنكونوا معهم شريك اجتماعي محض اصلي، ولكن من منطلق رابح. ما يكونش انا كنعطي ونخدم ونجد ولكن الشركه ما كترش لي الحقوق ديالي. حنا كنشوفوا اطار الحقوق والواجبات، كنأدي الواجبات ديالي باخلاص في الوقت ديالي المسائل ديالي، ولكن الحقوق ديالي خاصني انت نستفاد منها. هذا كاين بعض الشركات ما مشاو في هذا السياق اللي كاين كذاك الربح المعرض كيفاش الامور ديالهم، ولكن حنا كاتحاد المغرب الشغل كنطالبوا باش يكون نشوف هذا العمل التشاركي المحض من منطلق رابح واستفاده واستجابه حقيقيه للمطالب وتحسين الاوضاع الماديه ديال العمال ديال النظافه اللي كيعانوا معاناه وكيعيش واحد المآسي كبيره بزاف، وكاين واحد المجموعه ديال الامور اللي خاصها يكون حنا كمكتب جهوي بنا واحد 100 مطلبي اللي كتكون من 22 نقطة أساسية، ووضعنا رهنة إدارة شركة النظافة وكذلك في شركة الدار البيضاء للبيئة وفي جامعة الدار البيضاء من أجل الحوار والتفاوض من خلالها، وعلى رأسها هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لهذ العمال، ومن بينها الزيادة العامة في الأجور والزيادة العامة في المنح. ما يمكنش الزياده خاصها تكون عامه، من لا يعقل من 2004 من دخل التدبير المفوض الى حد الان ما كانش واحد الزياده في الاجور، لا يعقل. كانت مردوديه المسير كيعطيك مدليد وكيقلب عليك مدليد وكتب لي خاضعه واحد المردوديه خاضعه للحسابات والسياسات اخرى. ولكن علاش ديما المشكل تاع تاخر الاجور بالنسبه لهاد العمال تاع النظافه؟ احنا كاتحاد المغرب الشغل احنا على العمال اللي باقي عندهم علاقه مع الشركه، حنا كنشوف هذا الاطار. انا كنخدم مع واحد الشركه خاصني كنعرف الشركه، فالشركه خاصها تكون الامور كانت مسائل اللي بين الشركه والجماعه حنا ما كندخلوش فيها كاتحاد المغرب للشغل وكنقابه تحت المشروع. حنا كنادوا الواجب ديالنا، خصنا الحقوق ديالنا السلبيه من الشركه اللي المشاكل ديالي الاصلي هو اللي كنتعامل معاه. نخلي الدار البيضاء شويه ونمشيو للجديده. اش واقع في الجديده بالضبط؟ جديده كاين واحد الهجوم قوي على الحق والحريه النقديه من طرف السيد رئيس جماعه جديده اللي خدا واحد القرار تعسفي، واحد القرار اجراء صراحه هجوم قوي على الحق النقابي ديالنا، اللي خدا واحد المكتب نقابي ديالنا كان كيراه الاشاره في الشركه ديال النظافه وتم وضع حد الاشاره ديالو ودخلوا الجماعه. اعضاء المكتب النقابي فيهم الكاتب العام والنائب ديالو امين المال والنائب ديالو والمقرر. فكان اللقاء مع السيد الباشا وفي في في المدينه الجديده، وجا السيد الرئيس وتعهد بالله غيتم ارجاع الاخوان ديالنا في واحد الفتره، ولكن تنكر لنا وغلق الهاتف ديالو ما تلاش بغى يفتح معنا الحوار من خلال المسائل. خداو الاخوان واحد اسبوع ديال الاحتجاجات يوميا، احتجاجات امام جامعه الجديده، وخداو مسيره من مقر الاتحاد المغربي للشغل الجديده الى مقر جامعه الجديده. ولكن الغريب في الامر السلطات المحليه بالاقليم ما كانش واحد التدخل، ما كانش واحد المسائل من اجل انزاع الفتيل الاجتماعي. وكنطالب من السيد العام ديال مدينه الجديده باش يعلم على اجتماع اللجنه الاقليميه للبحث المصالحه باش يحاول يحتوي النزاع الاجتماعي وما يتاثرش به وما يتصاعدش هذا الاحتقان، لان الاخوان غياخذوا مبادرات اخرى في هذا الشهر رمضان داخل المدينه الجديده. بالعوده الى التدبير المفوض، مجموعه من المدن خلت التجربه تاع التدبير المفوض، الدار البيضاء مثلا الذي النسخه الثالثه تاع التدبير المفوض، ولكن الصفقة ارتفعت بواحد الطريقة صاروخية، الآن وصلت تقريبا واحد 100 مليار سنتيم. أنتم كفاعلين نقابيين في هذا القطاع هذا، كيفاش تشوفوا هذه العملية؟ كنشوفوا حنا كنشوفوا من المنظور ديال شنو التأثير ديالها على العامل. واش هذه الصفقة من ارتفعت واش كان واحد التأثير واحد الاستفادة حقيقية لهذا العامل ديالنا، واش تحسن في الأوضاع ديالو،
واش ظروف العمل كانت في المستوى، واش امور كيبان لي الامور بقات رغم كما كانت في هذاك الحلم وكما ارتفعت، ولكن العمل بقى هو هو، ما كانش واحد الاستفاده حقيقيه، واحد الاستفاده ايجابيه لهذا العميل ملي يكون واحد العمل. هذا العمل تيوصل السميك ولا لا باقي؟ كاين السميك ولكن حنا بغينا اكثر مما ارتفعت الصفقه، خاصه العامل تكون تبان على العامل. تبان على العامل، حنا حنا الاساسيين كاتحاد مع الشركه كترقيع وكممثلين نقابيين، حنا الاهم ديالنا هو العامل تحسن المساء ديالو ويقوم بالواجب ديالو ويشارك ويساهم في هذه العمليه ديال الامور من اجل تحسين الخدمات والتجويد ديالها داخل النفق الهام اللي كنعتبروه حيوي. شكرا سي عبد العزيز الزايدي على قبولك الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، ما يمكنش تنجح اي تجربه للتدريب المفروض دون الاهتمام كما كان سي عبد العزيز بالوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه لعامل النظافه اللي هي المطالب ديالو مطالب بسيطه ومشروعه. شكرا لكم والى لقاء جديد ان شاء الله. مزيان.